استياء شعبي في تكريت من ارتفاع أسعار أمبيرات المولدات الأهلية وتحويل المساحات الخضراء لقطع سكنية. أهالي الحجاج يطالبون بإطلاق سراح أحد مقاتلي المواجهة ضد الإرهاب، وأحفاد مجيد باشا يحنون لترميم قصر جدهم في كفري. البرلمان يبدأ مناقشة أبواب الموازنة الاتحادية، وتطمينات بسرعة تمريرها، والعبادي قلق على وحدة ائتلاف إدارة الدولة. تقرير أمريكي يتحدث عن مزاج عراقي جديد، ومختصون يحملون سلوكيات مربي المواشي مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.